بالتسهيله ثلاثه راح وحده وحده برك ثلاثه رابيد مبارك تفضل. السؤال الاول تقييمك لمرحله المدين اقتصاديا ركزوا على قضيه الاقتصاد تقييمك لمرحله المدين. السؤال الثاني علاش الديانات ما تصدرش تقارير سنويه؟ انا على الاقل نحكي على اختصاص الديانات في المخابرات الاقتصاديه. بالعقل حبس صديقي حبس صديقي بالعقل يا سيدي يا سيدي بالعقل لك تعيط واتساب دونك ما تخلص والو باطل هكذا. نبداو بالسؤال الاول التقييم نتاعي من الناحيه الاقتصاديه البومدين 1/10 نول نول اي نون افنو الى يو دي زومبيسيون اكثر من قدره استيعاب الشعب الجزائري. ما حضرش الشعب للنظرة الاقتصادية تاعو اللي هي خلق قاعدة صناعة مصنعة. سيتو زيد اوكي واش تقول مثلا مجمع الحجة يعني فهمتك صاحبي الجزائر ما قدرش تبني على الاقل واحد ولا زوج كيما هو يا راجل يا راجل اسمع مؤسسة الحجار الحجار تاع النابا داكور شوف اولا اكبر خطا هي لا بوزيسيون يعني المنطقه اللي بنوا فيها الحجار. لحقنا المرحله وين اما الحجار يشرب الماء اما العنابة يشربوا الماء هذه الاولى. التلوث البيئي تاع الحجار بالنسبه لقربه من المناطق السكنيه مشكل رقم 2. رقم 3 لما تخلق تاع كومبلكس تاع الحجار بنوه الرواسه باش تكون فيها علمك لي او فورنو اي لي غران فور صح. في هذاك الوقت كانت لاغار فرواد لاغار فرواد انتيا تابع للسوسياليزم tu vas produire quoi avoir quoi comme technologie et tu vas commercialiser où l'économie interne bien sûr quelque économie interne est-ce qu'on avait une économie interne oui bien sûr كنا 18 خليك justement son accom. Maintenant, est-ce que le Hadjar, il produisait des alliages qui pouvaient être intégrés dans son accom? Non, je ne suis pas là, je suis là, je suis là, je suis là. Et vous me dites, le temps, vous... Ya, Rajal, Asman, Asman, je vais vous dire avec vous. Non. Rana, je vais vous dire, vous me dites. Non, je vais vous dire, monsieur. Hé, hé, hé. Vous me dites. Je vais vous dire, le WhatsApp. Vous me dites, Chauf, vous me dites. Vous me dites, quand vous êtes Hassana. Yani, بناء قاعدة صناعية صناعة مصنعة سياسة راحت تعورحت لاندستري اندسترياليزانت. مثلا كون بومدين اختار الصناعة الخفيفة هذاك الوقت اللي كانت تتمشى مع طبيعة وكفاءة الشعب الجزائري المستقل حديثا اللي موش متمكن من المكنة كما نقولوا احنا المتطورة كان ينجح خير. نعطيك على سبيل المثال. معليش ميرانا نحكيو على البدايات مسي رحماني. إيمي. هذا وين بسم الله هذا وين بدينا نبدأ. بصح بصح ما سامحني خويا العزيز بسم الله هذه بسم الله هذه وش هي النتيجة تاعها اللي جات؟ بون أنا نحكي عن النتائج في وقته في سياق. مام في وقته. ما عسيدي. لأنه للأمانة على الأقل لازم نقسموا المراحل اللي مرت فيها الجزائر. لا 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 أنا معاك. اسمع هذه نوافقك فيها هيا دوك نروح لك لان اكزامبل انت واش من منطقه من لالجير ومن لو سونتر وين راك ابو مرداس صاحب اسك تعرف الكاميو سوناكوم تاع رويبه وي بيان سور اسك على بالك باللي الكاميو سوناكوم تاع رويبه ربح زوج خطرات وجاب مراتب مشرفه في الباري داكار وي صحيح علاش ما قدرناش نصدروه معليش كنا نحقو في الاكتفاء الذاتي في المرحله الاولى يا راجل اسمعني زيد نعطي لك اكزومبل معليش معليش ماشي رحماني فسر لي باللي راكيني اللي كاين في لاجيري كاين زوج من وقت بومدين زوج كي كذا زيد وي ها ومن بعد كيصير زيد تمديك 1/10 هكذا بيان سور 1/10 هي بيان سور شوف بيان سور انا نحكي
الكاربور البترول راني نحكي لك على دو راتينيري اللي تخدموا في وقت ومدينه وما زادوش موراه بالعقل. مي سامحني ما فهمتش انت تحكي على المؤسسات اللي خلقها ووضع النتائج نتاعها ام موضوعين ماشي مختلفين خلاص. النتائج رانا نستفادوا منهم دوك. ماك تستفاد والو نزيد اكثر من هك. اسك على بالك الجزائر بلي تامبورتي المازوت ما اوغنا اوغستال درك مثلا سكوندال ما مي سكوندال ناس مي سكوندال على ما سميها سكوندال اوغستا على ما سميها سكوندال صحيح على راح تشري على راح تشري كومباريزون وقت بو مدير دو رافينري في الجزائر بون على باش كيبان سموها ما بعد بو مدير زدنا رحنا للديغراداسيون السكوندال تاع اوغستا كيفاش تقول لي تمدلو واحد على 10 بو مدير مي تو مي لاس بارلي. Est-ce que tu me laisses parler? Est-ce que tu me laisses parler? D'accord. Boumedien, شغل واحد اسمع شغل واحد راح حل حانوت تبيع الحلوف في مكة. Ça va? هذا واش دار؟ كيفاش ما نفهمش. دوك نفهمك شوف. لما انت دير برنامج تنموي نسميوه ان بروغرام دو ديفلوبمون. راك معايا صح؟ انت انسان عندك مليون دولار حبيت تدير صناعه في الجزائر اعطيني بار ايتاب واش راح تدير اول حاجه تديرها واش هي لا سي كومبليكي كي نحكوا على الاقتصاد يسمى لازم ما تقول لي سي كومبليكي انا وياك بزناصه يا ودي اسمع لازم نحكوا على الثقافه ما كاش ثقافه اسمع انا وياك بزناصه عندك مليون دولار حبيت ديرو زين كنا نخدمو الكابا انا وياك صحاب انت ترفهنا انت لقيت عندك مليون دولار قلت لي انا كرهت من الكابا والترك وطالع والطليان وهابط والديوانه والرشوه راح نديرو زين راح ديرو زين تعوه اي وش من اول مرحله تبدا بها الحاجه الاولى ندير دراسه السوق الله يرحم الله يرحم هذاك الفم دراسه السوق صحيح صح هكذا دراسة السوق وكاين أسيدي راح قررت أدير وزين تاع الكوسميتيك يعني تاع الحنة والماكياج والشامبوان ولابري شامبوان ولاكريم تاع كوسميتيك تاني إيطاب وش هي وش راح تكون بول نشوفو الحاجة الأولى لاماتير بريمير زيد لاماتير بريمير وش يجي معاها بيجي معها ماركتينغ نقبل الماركتينغ وش يجي معها اوكي ما نقدرش نجاوب انا نجاوبك تجي معها القدرات التقنيه العامله لتحويل المواد الاوليه الى مواد نهائيه يمكن تسويقها بريمير يبلع قلب يا ولدي قلت لك اسمع لا ماتير بريمير واللي يحولها دوكا ما نوليش مهابل لا ماتير بريمير شكون يحولها ماشي دوزيام ايطاب هادو كل تحسب لهم انت من بعد كي تلقى الاطارات في الكوزميتيك اللي هما سكون ابل دي انجينيور دو فارماسيوتيك ولا دي فارماسيان سبيسياليزي في الكوزميتيك ومن بعد هما يسي بالعقل يسي بالعقل رانا نحكو على الفاكتور تاع التربيه والتعليم خليني من التربيه والتعليم نحكي لك على الوزين اللي حديرها انت شكون قال لك التربيه والتعليم قادر تجيبهم من الطليان هاد الناس سي با زان بروبليم صح يعطيك في المراحل اللي تفوت عليها انت من بعد قال داكور الارض وين نديرها قال الوالي الكالبي عطاوني ارض طريبيا راح نخدم 50 جزائري ولا 100 المواد الاوليه 80% متواجده في الجزائر 20% نستوردها ما كان حتى مشكل التقنيين والمهندسين
وتاع لا برودكتيك وتاع لا شان اكسيتيرا شويه جزائريين شويه نجيبهم من الخارج دون لو كادر دو كونطرا لا فورنيتور ديكيبمون مع الطلاينه رب الكوزميتيك هما في الصح صح. من بعد واش يجي؟ تيجي لو ماركتينغ لو باكاجينغ نتاعك لومبالاج ومن بعد لا ديستريبيسيون وخلق لا بوبليسيتي لا ديستريبيسيون وخلق سكون ابل لي ليني تاع لا ديستريبيسيون نتاعك ولا كوميرسياليزاسيون هادو كل مراحل اكزاكت صح. بوم ديال جاب لنا وزين تخدم حوايج ملاح بصح ما حسب لا التسويق لا لي كونطرا ميم لافريك ما بعناش برك صوناكم ما كانتش تبيع لا كانتش تبيع كاع ما صوناكم نهار خلقت ما قدرتش توفي حتى الطلب الوطني للدرك جوسكا بريزون بون لازم نراجع المعلومات ماشي نتهم في بومدين اسمعني ماشي نتهم في بومدين انا البروبليم سيك نوضر ننظر بموضوعيه الكيفاش كيفاش تبنات سياسه صناعيه تاع بومدين سي تو وي راني معاك دركا كون تقول لي كون تقول لي بومدين من ناحيه السياسه الخارجيه وتطوير قيادات الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحه اي دوك نهز الجيتاره ونغني لك كاع اي با دو بروبليم سي تان جيون سي تان جيون غول خويا راجل غول ايجابي ربي ايجابي ربي يعني نقول لك ايجابي ربي غول بيان سور تمسخر 63 ينطق بن بالله يقول حق رونا 74 نجيبوا الشاه نتاع ايران لا 5 بويسونس مونديال مع العراق اكور تاع الشط العرب شحال نهضر لك اكثر من هكا ومدين وصل وين ينتجري الجيش في البي بي تاعنا مي الجيش نسمع شوف شوف لي انستيتيون ميليتير اكسيتيرا لا كونستركسيون لي انستيتيون لا دي سي اس ام لي فورس ارمي على بالك باللي بومدين سي لوي كي اكري لا دي تي ا تي هذه نعطيها لك معلومه عمر راسك وروح للسؤال الثاني تاعك وما تكثرش عليا الدحس على بالك باللي لا دي تي ا تي ميم في مصر لي سوا ديزا عاونتنا في الثوره لا دي تي ا تي كانت تابعه للقوات الجويه جاب بومدين خلق هكا سلاح وحده كيما الدول القويه لا دي تي ا تي لا ديفونس ايريان دو تيريتوار خويا العزيز حنا عندنا سيتي فورس ارمي عندها ان كوموندمون اخر معلومات عندي كان في لو ساندي كوموندمون دو تي ا تي فوالا voilà.